رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا في الفقرة الثانية مواهب مسرح. مواهب مسرح. يعني معنا 3 أطفال، زين، نوران أو سما، يعني الاثنين شغالين، ومريم. نبتدي بمريم بقى. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس. عندك كام سنة؟ أنا عندي 10. سنة كام؟ سنة 6. خلصتي امتحانات طبعا. أجازة. أوه. ايه المواهب بقى اللي عندك؟ أنا صراحة بلعب باليه ومع دكتور مرة في المسرح طبعا. بس. طب حلو قوي. اشمعنى الباليه اللي اخترتيه؟ يعني عشان انا بحب الرقص. تقفي على الطراطيف سوا دي بقى وبتلبسي كده. حلو ده. احنا نيجي نصورها بقى خارجي ونتفرج. احنا عايزين نعرف الاول ايه الحلقه اللي انت لابساها ده؟ مين اللي عامل لك الحلقه دي؟ لا، مامي اللي اختارته لي. فراوله. ده مش معمول يعني، صح؟ لا. جميل قوي الحلقه. ماما بتوع الباليه كده بيبقوا انيقين. انيقين. طب بتعملي ايه بقى في المسرح؟ احنا طبعا دكتور مروه احنا عملنا لحد دلوقتي، انا لما جيت عملت لحد دلوقتي 5 مسرحيات. دي الخمسه. اول مسرحيه كان اسمها ايه؟ اول مسرحيه كان اسمها الكنز. دورك كان ايه؟ دوري كان مش فاكره. طب تاني مسرحيه كانت من قد ايه؟ طيب ايه من قد ايه؟ بقالك قد ايه مع دكتور مروه؟ بقالي تقريبا سنه وشويه. سنه وشويه عملت 5 مسرحيات. حلو فترة كويس. طب ايه اكتر مسرحية حبيتيها وحبيتي دورك فيها؟ دي اللي هي الخمسة. مش معنى بقى؟ عشان انا اللي هي البطلة. انت البطلة. يعني عملتي ايه كبطلة؟ انا يعني اللي بقى يعني في معظم المسرحية انا اللي ببقى موجودة. هي المسرحية بتتكلم عن ايه يا مريم؟ هي المسرحية بتتكلم عن بنت كان نفسها بابا نويل جالها، كان في اجازه في نص سنه، بابا نويل جالها وقال لها ان هي قالت له ان هي عايزه تروح معاه في مدينه الاطفال. فراحوا معاها، فراح مع هما الاثنين راحوا. بس فاليوم ده بالذات اللعب كلها بتتحرك، فاللعبه اتحركت بس. وبعدين بقى في الاخر خالص، هي في المسرحية اللي فاتت هي بكمل دي، فالمسرحية اللي فاتت هي في بنت هو في كان في 3 هدايا كانت بابا نويل جايبهم يعني؟ فكان في واحدة ماتت وبقت لعبة معاهم، فلقيتها بقى هي في مدينة اللعب وقالت لها انا لازم ارجعك عشان هي خلاص بقت لعبة، فقالت لها انا لازم ارجعك. كان في حاجه بابا نويل اداها لها قال لها ما تعطسيش عشان اللعب ما تشوفكيش. عارفه ان انا عملت كده دلوقتي، مش حسيت ان انا عايز اعطس. تمام. طيب ممكن زين قولي يا زين بقى انت بتعمل ايه؟ عملت كام مسرحيه؟ عملت دلوقتي خمس مسرحيات برضو زي مريم. بس انا سمعت عنك ان انت في حركه كده بتمثلها، صح؟ ايه هي؟ اعملها كده. اقوم؟ لا ما تقومش اعملها وانت قاعد. صباح الخير، انا اسمي جيمي. جود مورنينج، ماي نيم از جيمي. طب اشمعنى الحركه دي بقى بالذات؟ يعني ليه هو الدكتور خليتك تعمل الحركه دي بالذات؟ الصراحه انا الصراحه ما كنتش عارف السبب اللي خلاها تختار الحركه دي بالذات، بس الصراحه يعني كانت عجباني واستقريت عليها لغايه العرض. طيب زين، عندك مواهب؟ بتلعب لعبه مفضله ليك؟ انا الصراحه لعبت اكتر من لعبه، يعني لعبت هاندبول ولعبت سباحه، بس سبتها بقالي كتير. ودلوقتي بلعب هاندبول. طيب ايه اكتر لعبه حبيتها، السباحه ولا الهاندبول؟ لا الصراحه الهاندبول. ليه؟ عشان في فيتنس كتير وبقوي عضلات الايد. وايه كمان؟ وتيم. في تيم. ما هو تقريبا في بطولات كمان. بس الموضوع مصر. طب ما السباحه برضو. السباحه برضو فيها بطولات. لا بس السباحه هيبقى هو بقى لوحده. لكن تقريبا بقى الهند خلاص هو خد على المشاركه زي المسرح. بس عشان الاكاديميه لسه جديده، فالفريق لسه بيتكون، يعني لسه ما نعرفش مين هيكون موجود اخر كلام في الفريق، ومين هيمشي ومين هيقعد. طيب لسه ما نعرفش. ازاي انت عندك كام سنه؟ عندي 12 سنه. سنه كام؟ سنه 6. برضو انتوا تقريبا كلكم سن واحد. طب لا انت خليكي على جنب، انا هختم بيكي. طيب انت بتلعب سباحه؟
وحاليا بتلعب هاند بول. طيب ممكن في لعبه تانية تقدر ان انت تلعبها، عايز تلعبها او ممكن تغير من الهاند بول تدخل لعبه تانية مثلا؟ لا انا كره القدم الصراحه يعني كان ممكن انا دخلت كره القدم مره، فحاسس انها الصراحه اللعبه دي يعني ما عجبتنيش قوي يعني، عشان الصراحه مش بعرف اعمل اللي الحركات مثلا زي ان انا اقعد الم استلم الكوره. ليه ما عندكش لعيب مفضل نفسك تبقى زيه مثلا في كره القدم؟ انا عندي الصراحه لاعبين مفضلين. مين بقى؟ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. الله، ده الاثنين احسن من بعض اصلا. بالنسبه لاحمد صلاح اكبر ولا لا؟ محمد صلاح. محمد صلاح زيهم. اتلخبطت في اسم محمد صلاح. لا هو ما اتلخبطش، انا نسيت محمد. مو صلاح. مو صلاح بالظبط. طيب دورك في المسرحيه الاخيره دي كنت حاسس فيها ان انت اديت فيها كويس؟ الحمد لله اديت. يعني مقارنه باللي كان قبل كده؟ لا يعني انا يعني انا اخر 3 مسرحيات صراحه كنت مبسوط فيهم جدا، عشان صراحه يعني ايه يعني الاداء بتاعي كل مسرحيه بيتحسن، بيبقى احسن من المسرحيه اللي فاتت. وايه كمان وكمان اي شخصيه باخدها بتقمص الدور فيها. تعرف تقلد كويس؟ اقلد؟ لا انا يعني على الممثلين الحقيقيين يعني مش بعرف اقلد كتير يعني. طب مين ممثل مفضل بالنسبه لك؟ لا انا ليا اكتر من واحد صراحه. واحد انت نفسك تطلع زي اكتر من؟ لا نفسي اطلع زي احمد مكي. احمد مكي اشمعنى؟ لا عشان هو الصراحه يعني عنده طموحات كبيره الصراحه، وكمان حتى لما مثلا بيكون تعبان بيستغل مثلا الفرصه دي مثلا نعمل حاجه تفيده وتفيد غيره. بالظبط، بيوصل رساله ان انا تعبان. مش معنى ان انا تعبان افضل قاعد، مش معنى ان انا تعبان ان انا افضل قاعد في البيت. ممكن لو انا تعبان احاول استغل الفتره اللي انا قاعد فيها دي في البيت ان اعمل حاجه تفيدني وتفيد غيري. طيب وانت ممكن بقى الرساله اللي انت قلتها دي كده، شفت احمد مكي عمل ايه؟ طب نتخيل كده ان احنا في كوست كلنا كده ورايحين مستشفى 57 357 وهم تعبانين وعندهم احلام عايزين يحققوها بس هم مش قادرين، انت بقى بتقول لهم ايه؟ انا بقول لهم يعني يثقوا في ربنا، وكمان يخلوا بالهم كمان ان ربنا معاهم مش هيسيبهم خالص. وكمان ان شاء الله ربنا هيشفيهم من الكانسر ده ان شاء الله. وكمان نشجعهم ان هم يقدروا يقفوا ويلعبوا ويمارسوا حياتهم عاديه جدا، ما نستسلمش للواقع اللي احنا فيه. احنا ممكن نروح المستشفى ونعرض هناك المسرحيه او نخليهم ممكن عشان اقل بدل ما هم متضايقين كان هم عندهم كانسر ومش عارفين يعملوا اللي هم عايزينه، ممكن نرد هناك عشان نفرحهم. وعد من يا زين النهارده هيكون عندكم اجراء ان احنا نروح المستشفى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. واكيد المستشفى موفره مسرح او حاجه تقريبا، المستشفى انا بشوفها توفر حاجات كتير ولعب. انا اعرف حد هناك هتواصل معاه شخصيا ونروح كلنا، مفيش اي مشكله. نروح بقى نوران بقى. هو عشان بنتي بتعملي كده. انت عايزه تقولي بقى على الهوا ان نوران بنتي سايبه بنتي للاخر كده. الام وبنتها الاثنين منوره كلاكيت تاني مره معايا. عامله ايه؟ كويس. عملتي ايه في الامتحانات؟ ده ايه؟ كويسه يعني. طب الحمد لله. خلصنا خلاص؟ اه. طب الحمد لله. ايه الجديد بقى؟ يعني احنا عرفنا اللي قبل كده عملت ايه؟ الجديد بقى اللي جه معاكي في بداية ما انتي خلصتي الحلقة معانا، ايه اللي انتي مش فاهمه صح؟ طيب ابسطها لك. ايه اللي انتي دخلتي فيه جديد الفترة دي؟ المسرح. تمام. بتعملي ايه بقى هناك؟ دور بودي. بودي ده بيعمل ايه؟ يعني جسدي لي بودي بيعمل ايه؟ انا وقت بعمل كده يا نوران. ايوه اشرح الدور. ايوه النور بتبقى ورايا وانا بس كده ايوه وبنعمل نتحرك كده. هما عاملين الدور ان هما برضو توأم وبيمثلوا مع بعض وماسكين في بعض طول المسرحيه، ما بيسيبوش بعض زي فيلم علي ربيع بس بيسيبوا بعض في وقت معين من المسرحيه ويرجعوا تاني. ده انتوا بتعملوا نفس دور الفيلم لما كانوا بيمتحنوا وهم الاثنين لازقين في بعض فماشيين كل ورا. تمام. هما بقى عرايس بقى فبيرقصوا شويه بيتحركوا شويه. قولي لي يا نوران انت ايه اللي استفدتي من دكتور مروه، لو ايه استفدتي من المسرح لما دخلتي معاه؟ ضاف لك ايه؟ الجراءه. النفس.
جراءه. بعد مش بخاف. انت ثانيه بس، انت ضفر لك جراءه. بس طب الثقة، ايه الفرق بين الجراءه والثقه بالنفس؟ مفيش فرق يا شيخه. طب ازاي بتقولي ضف لي جراءه وثقه في النفس وانت مش عارفه الفرق بين الاثنين؟ هما بيقولوا كده. مين هما بقى؟ مين كلهم؟ نبطل نسمع، نبطل نسمع، نفهم الاول. الجراءه انا جريئه في الحاجه دي، انا قادره ان انا اخدها. الثقه يعني في النفس، انت بتخافي ان انت تقفي على المسرح؟ بالظبط، فانا عندي الجراءه، الدور ان انا اقف، انا جديره بيه. ثقه في النفس ان انا واثقه، انا مش هخاف. طيب احنا معانا دقيقتين دلوقتي، عايزين نقول احنا هنعرض المسرحيه فين عشان الناس والاطفال يجوا يتفرجوا علينا. بالظبط. اول الاماكن حاجة فين؟ قولي يا مريم. يوم 27. 27 ايه؟ واحد. 27 واحد. الاثنين الجاي. الاثنين الجاي فين؟ ساقية الصاوي. تمام، حلو. الساعه، الساعه كام يا مريم؟ الساعه 7. طب مفتوحه لاي جمهور يروح؟ التيكت سعرها كام؟ 50 جنيه. تمام. بداية الحجز من امتى؟ ايه؟ بداية الحجز بتبدأ من امتى؟ ولا في نفس اليوم؟ بروح ادفع التذكرة وادخل؟ لا لا، هو في نفس اليوم. تمام. من كام لكام؟ من 7:30 لحد بالليل بقى. بالليل ده اللي هو ساعة واحدة؟ ساعة. تمام. طيب فين تاني هنعرض؟ هنعرض في اسكندرية. وكمان هنعرض في اسكندرية 3 عروض. ايه هما؟ لا احنا حاليا هي نفس المسرحيه بس في 3 اماكن مختلفه. هو انتوا كام واحد اصلا؟ كام واحد؟ احنا تقريبا 20. ودكتور مروه هي الليدر بتاعكم، الموجه بتاعكم في كل حاجه. هي الليدر بتاعت الفرقه كلها. وطبعا هي بتعلمكم ازاي ان انتوا تبقوا واثقين في نفسكم، ازاي ان نبقى واقفين مش خايفين. لو غلطنا خلاص مش مهم، غلطنا نشوف الستيب اللي بعديها، الخطوه اللي بعديها. صح؟ صح. طيب انتوا حابين توصلوا رساله للاطفال او اي حد في سنكم عايز يدخل المسرح، تحبوا تقولوا له ايه؟ يعني مثلا نقول له مثلا ان هو يكون، حتى لو هو مثلا بيحب التمثيل مثلا، هو كمان ايه بيحب الموضوع وهو كده الدرجه دي، ممكن يشترك في المسرح وكمان يطلع موهبته دي بقى للناس كلها. تمام. مريم برضو ايه؟ نفس الكلام يعني نفس الكلام اللي انا قلته. طيب هو يجي يقدم في الاكاديميه معانا؟ صح. نفس الكلام برضو، مش عايزه تضيفي حاجه يعني؟ خالص. مشي يعني خلاص. قولي. مش عارفه ايه. قولي انتوا ايه اللي بنعمله تاني في المسرح؟ يعني احنا بنتدرب على المسرحيه او على الدور اللي احنا خدناه، ايه تاني بنعمله؟ ايه التمارين التانيه اللي بنعملها؟ يعني مثلا بنعمل مثلا التمرينات اللي هي رياكشنات الوش، البادي لانجوج بتاعتنا بتتمرن عليه. طب هل انتوا بعد ما المسرح بيخلص وخلاص الدنيا دورنا بيخلص بنتقابل بره، ولا خلاص احنا في المسرح؟ لا ساعات. لا ساعات بنتقابل بره، مش بنتقابل كتير. تمام. هنختم النهارده وان شاء الله بعد المسرح. ملحقتش اتكلم معاكم بس اكيد هيبقى بينا لقاء تاني ان شاء الله، بقى بيت الفريق بقى معانا هنا ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب تكون الحلقه حلوه عجبتكم، استفدنا من الفقره الاولانيه جدا جدا، عامه انا وندى استفدنا بيها جدا. يا رب الاطفال المواهب يكونوا عجبوكم، ويا ريت ندعمهم نروح نتفرج عليهم في ساقية الصاوي يوم الاثنين الجاي. انا شخصيا هكون موجوده باذن الله في ساقية الصاوي، يعني اللي عايز يجي يشوفنا الاثنين الجاي هنكون موجودين، مستنيينكم نروح نتفرج عليهم كلنا ان شاء الله. باذن الله نشوفكم على خير الثلاث الجاي الساعه 10 صباحا في حكاوينا بالمصري.